السلام عليكم. فرحانة من قلبي لأن ضيفتي اللي معايا في الفقرة الأولى صاحبتي وزميلتي وبقالي سنين طويلة ما شفتهاش. فنانة ليها خصوصية، يمكن ما عملتش أدوار بطولة، لكن لما بتطلع إن شاء الله في مشهد مش ممكن ما تفتكرهاش. كوميديانة بالفطرة، ممثلة يتقال عليها ممثلة من النوع التقيل، بس الظروف ما ساعدتش انها تاخد فرصة تستحقها. دايما كل الفرص اللي بتاخدها هي اللي بتصنعها، هي اللي بتتعب وتعمل الدور. عندها شوية معاناة للأسف، اتعرضت لتنمر كتير جدا، رغم انها لو في مكان تاني هيتكتب لها بشكل مخصوص. معايا زميلتي وحبيبتي الفنانة الحقيقية وفاء السيد. ازيك يا حبيبتي؟ انت وحشاني وانا فرحانة اني معاكي يا حبيبتي يا روحي. متشرفة بوجودك جدا جدا، ربنا يخليك، وفرحانة ان انا شفتك بعد يعني سنين طويلة ما شفناش بعض فيهم. ومش انا المقصرة، انت في فترة طويلة قوي، يعني مش طويلة كده، طويلة قوي، انت اختفيتي تماما يا وفاء، يمكن 10 سنين او اكتر. لا، فترة طويلة. انا عايزة بس انوه ان انا فرحانة معاكي لانك بديتي كمان بتحية جميلة. لحقك، ربنا يخليك يا روحي. ممثلة مهمة، وممثلة في اي دور بتعمليه حتى لو مشهد واحد، ربنا يبارك لك، الناس بتطلع فاكراكي والناس بتقول افهاتك. الحمد لله. وانا يعني متشرفه بوجودك. الشرف ليا. انا نوشي عسل. يا اللي قعدوا يقولوا لي، يعني هم ظلموكي، بيقولوا لي في ان انا يعني انا شبه حضرتك. يعني ده انا اتشرف. انت قمر حبيبه قلبي، وسعيده بالتواجد معاكي، وبديتي بتحيه انا بحبها. كمان لما القيتي السلام، انا لسه قريبه، يعني قريب كنت قريت عن تحيه السلام عليكم من العلامه ابن عثيمين، لقيت التحيه لما بقول لك السلام عليكم انا بدعي لك ان ربي سبحانه وتعالى يسلمك من كل شر، يا رب من كل سوء، من كل شر، من كل يا رب مرض بعد الشر يا رب. فبقول لك انت واقول البرنامج والقائمين على البرنامج والحبايبنا الغاليين اللي بيتفرجوا علينا، السلام عليكم ورحمه عليكم الله وبركاته. حبيبتي سلام عليكي، سلام ربنا رب عليكي وعلى كل الناس اللي بتشوفنا كلنا، وعلى الدنيا بحالها يا رب. السلام يا رب. انا غبت فعلا فتره، في فتره طويله قوي قوي. انت اختفيتي تماما وما كنتيش موجوده، رحتي فين؟ هو يعني كان اخر حاجه فيلم مع الزعيم، ربنا يشفيه يا رب. تحيه كبيره للزعيم عادل امام، ربنا يخليك لينا يا نجم يا كبير يا عظيم، ويدي لك الصحه والعافيه، ونشوفك في اعمال تاني. انت قدوتنا يا رب يا روحي. فعملت الفيلم بدل ما اشتغل بعد منه، ما اعرفش ايه بقى اللي حصل، قعدت في بيتنا. اتحسدتي؟ قالوا يا بختك يا ستي اشتغلتي مع الزعيم، قعدتي حسدوكي قعدوكي. هو بامانه كنت بعمل مسرحيه ساعتها برضو مع الفنانه فيفي عبده، مسرحيه اسمها روايح. فانا داخله اقول لزمايلي بقى، انا فسحه الامام بعت لي في فيلم معاه، بس خلاص ده انت ركبتي الصاروخ، ده انت مش هتعرفينا، ده انت وصلتي، لا ركبتي صاروخ ولا حتى توك توك. قعدت بقى في البيت الحمد لله بعد منها. كان سنه كام؟ كان 2007. يا خبر ابيض. لا، زمان. بعد كده الله يرحمها والدتي برضو توفت. الله يرحمها. في 2016، وبعد منها ابن اختي الله يرحمه برضو. الله يرحمه. يعني خدنا كده فتره، بس دي سنه الحياه. والحياه تستمر، مش هعيط اهو انا جدع، عشان اتفقنا على الحكايه دي ان ما اعيطش. لا ما تعيطيش، لان قالوا لي ده بيأثر، يعني بيحسوا بينا وكده، ان الاثنين عارفه روحك بجد. الاثنين بعشقهم، والدتي وابن اختي الله يرحمه، فبرضه اثروا معايا شويه، يعني شويه بقى، عشان لما جيت ارجع تاني كل المخرجين اتغيروا. كانت ماما بتفرح لما بتشوفك؟ ماما وكانت تدعي لي، كانت هي عارفه السند والفرحه والدعوه حلوه. وبعدين كنت اوصل لمرحله اقول ايه، لو ما اشتغلتش مش مهم، انا معايا ماما. كانت الحاجه دي مريحاني جدا، وصاحبتك كنت باخدها معايا بتوخى معايا شويه كده، لكن الحمد لله. بعدها بقى المخرجين اتغيروا، زي ما بقول لك مش عارفه مين بيخرج ايه في مين فين. ما تعيطيش طيب. يعني هي اكيد ببلع دموعي عشان هم بتتاثر وبتحس، يعني
فبقتش عارفه مين المخرجين، مين بيعمل ايه. طيب استنى مثلا حد يطلعني اللي انا فيه حتى شغلي بتاع، مفيش حد خالص كان بيتصل اه خالص لغايه لما الحمد لله في رمضان اللي هو قبل اللي فات ناس الاغراب يا حبيبتي كانت مع مخرج كبير زي الاستاذ محمد سامي حبيبي وحشني، وهو راجع اهو، فان شاء الله تكوني معاه في خبر بس انا مش متاكده. خير 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 معايا برضه يا رب يا رب يا رب. فما تقوليش عشان ما تحزنيش تاني. لا انا مش عايزه اقول ليكي والجمهورنا الحبيب، بس عشان لما اتاكدني بامانه لسه ما فيش ورق، فمش هقول حاجه. هو اكيد بيحبك قمر، وهو حد محترم قوي وفنان كبير، ولما بيلاقي حد فنان محترم ما بيسيبوش. انا عايزه اقول لك كان في مواقف، يعني طبيعي يا حبيبي انت فنانه وفاهمه، مخرج يعني ممكن ينفعل ممكن كده، بس برضو مع مين يعني؟ لما الاقيكي ملتزمه الحمد لله والشكر لله. انا منين ما يقولي تعالي لو الساعه 5 الصبح ابقى موجوده، يعني ملتزم. انا عارفه تقعدونا لغايه كام زي يحكي يا حبيبي من الكلام ايه احنا متاخرين عمري هتني امسحي بس دموعك لانك واحد ايوه اسم الله عليك خلاص مسحي يا حبيبي. ف بتروح بتلتزم، ما تقولش يا جماعه انا بقى اتاخرت، لا اهدى. طبيعي شغلنا، انت عشان ست محترفه وفاهمه الشغل وبنحب شغلنا. وفاء في حاجه كانت مزعلاكي وبالتالي لما حكيتيها لي انا زعلت. في ناس بتتنمر عليكي بتزعلي منهم وبيبقى رد فعلك ليه؟ ايوه التنمر مثلا مش عليا قوي انا، يعني زعلنا لان انا بعمل الادوار دي، انا ما بزعلش لان انا بحبها وبعمل الادوار دي، مش هتنمر عليا. لكن هم بيفاجئوا ويقول لك الله هي دي تمية قمر، ايه ما شكلها حلوه، ايه انت قمر، ربنا يخليك اقسم بالله انت زي القمر. اما شفتك اسم الله عليكي ما شاء الله تبارك الرحمن، الزمن ما عداش. انت قمرايا وسكر وكتكوته كده، ما انت اجمل. وكفايه ضحكتك الحلوه انت حبيبتي اللي بتاخدي عليها ثواب في الناس. واي حد يتنمر على ادوارك او على شكلك قولي له ربنا يسامحك. الحمد لله. يعني الحمد لله احنا ما خلقناش نفسنا، وانت ممثله شاطره. هو التنمر مش اساسي برضو عليا انا. انت طبعا عارفه فنانتنا الجميله اللي كلنا بنحبها الاستاذه والفنانه حبيبتنا ميرفت امين. طب اهو فده اللي وجعني. ده اللي وجعني. يعني انا في مقوله كان دكتور مصطفى محمود بيقولها، بيقول لك اوعي تضحكي على نفسك ان انت كبرتي. لا مش حاجه اسمها كده. الجسد ده وعاء بيتحط فيه الروح، الروح عمرها ما بتشيخ. صح يعني ساعات بتقابلي ناس صغننين سنا بس روحهم بتقولي يعني فيهم كده ما فيش فيهم المرح والفرحه، في اكتئاب كده، في حزن عندهم. وفي ناس تلاقيها كبيره في السن بس روحها جميله. الفنانه ميرفت امين انا بحمد ربي اني اشتغلت معاها من فتره طويله في يحيى العدل، قمر في كل حاجه. انت هتحكي لي على جمالها يعني وانسانيتها العاليه الراقيه. فراح ده جميله وانسانيه، راحه تحضر عزا لزميل وفنان والله يرحمه دكتور مخرج عبد الخير. ايوه هتروح يعني تعمل ايه؟ مكان المفروض يعني هي راحه جميله وحزينه طبيعي، يعني ده من فارق ناس ممكن يكون بينها بينهم يعني برضه. اظن الناس خدت لها حقها يعني لو شويه صغيرين اتنمروا، فالناس كلها ردت على الناس ده وقالت لهم لما نشوفوا انتوا في سنها هيبقى شكلكم ايه. ايوه ما ده المفروض حاجه. وفاء اسمحي لي احنا اخوات وبندردش، وانا على فكره سايبه السكريبت من ايدي. انا عارفه يا روحي. انت تقريبا غيابك 14 15 سنه كنت بتصرفي منين؟ يعني او دخلك ايه؟ او يعني الحياه محتاجه، احنا كمان فنانين طبعا وبنشتغل علشان الفن، لكن كمان ده مصدر دخلنا. ايوه هو الحمد لله والشكر لله شويه كانت العيله يعني في دخل كده، وكمان انا فنانه بالبيت الفني للمسرح. ايوه موظفه. انت موظفه في وزاره الثقافه، فبقبض برضو كل طبعاً. شهر هم الحمد لله والشكر لله مش مبلغ زي اي موظف. لكن برحمه ربي وبركته سبحانه وتعالى بتمشي الحكايه. وشويه اذاعه لاني بعشق الاذاعه، اذاعتنا الجميله ربنا يحفظها يا رب وترجع احسن مما كانت، فبتتقضى يعني عند ربنا جميل. ناس هتقول لي اسالي كده فوقه يعني انت امرايا وصغنطوطه وعسوله، ما اتجوزتيش ليه؟ هو ما حصلش نصيب لان انا والدتي زي ما قلت لك كانت هي في المقام الاول، وبعدين من 2006 جالها جلطه في المخ فاثرت على الكلام. فانت كنتي سندها وعكازها وما ينفعش تسيبيها لاي حد، ده انت هتشوفي خير في الدنيا والاخره. ما بيكو والله بحبايبي. لا ببركه يعني برك بوالدتك واللي ربنا وصانا. يعني اقول لك ايه، مش كتير اللي بيسيبوا حياتهم ودنيتهم وشغلهم
وما تعرفيش بقى. في الجنه ونعيمها يا رب. وانتي انتي انسانه بره بوالدتك، نسيتي نفسك ونسيتي الجواز، نسيتي شغلك، سبتي الدنيا كلها وكنتي متفرغه ليها. القلب فده يعني. ومعايا دلوقتي ولادنا، ولاد ابن اختي الله يرحمه بقى جمال، يا روح. دول اللي بيدعوا لي، دول حبايبي، دول سبب. ولاد مين؟ اخوكي ولا اختك؟ ابن اختي. ابن اختك. ابن اختي كان عنده اطفال، هو مات صغير. بسم الله. نعم. بس ما عندوش حاجه، ما كانش عنده امراض ولا حاجه. كله حلو، احنا مش عايزين. لا لا لا، في الجنه، في الجنه. انا بس عايزه الجمهور. اه قولي. الجمهور يعني ارجوكم، احنا ما نبقاش حاجه غير بيكم يعني، الا لما نيجي نعمل مسلسل او فيلم او اي حاجه. البدايه الكلمه طبعا، لما يبقى الكتابه حلوه بتساعد المخرج، بتساعدك كممثله ان الكلام جميل بيتنقل للجمهور، المفردات الحلوه، الالفاظ الجميله، ما نخليش الناس تسمع حاجات كده عجيبه، مفردات مش عارفه يعني. يعني حتى كلمه التنمر دي انا ما اعرفش جابوها منين، كلمه عجيبه دي دخيله على لغتنا الحلوه. فالجمهور احنا بنحبك، احنا بننزل كلنا يعني، حتى في اللقاء دلوقتي انت عايزه تسعدي الجمهور، ويا رب يكون نظيفه، رغم الالم اللي انت حاسه بيه، بس انت منورانا ومنوره الدنيا والناس بتحبك. يا رب. في حقك تطلبي من جمهورك. أيوة. كل طلباتك كلنا يعني، كل الفنان بينزل عشان بيحبك. اي عمل فني بيتعمل من اول المنتج، المؤلف، المخرج، حتى المجاميع، كل دول نازلين، والمصور وكل الكاس يعني نازلين يسعدك كجمهور، بيسعدوك انت كمان يعني. تبقى المساله رحيم رحيم، احب يعني فن المصري. أوه. حاول تقف جنب مننا، في دروبات في حاجات كتيره كحاله عامه. بصي انا لاحظت حاجه يا وفاء، انت شخص حساس ورقيق المشاعر للغايه، وكلمه قد كده مجرد ما افتكرتي والدتك انت مش عارفه تبطلي عياط. ف انت شخص رقيق وحساس وجميل. كل الفنان كده وانت كده يا روح. لا يعني، يعني انا شايفاكي حسيتك بزياده. ما تعرضتيش لمواقف في شغلنا، بلاش بقى من الجمهور، من حد من الزملاء حسيتي انه يعني جعلي؟ كان زمان زمان يعني، من فتره طويله، اول ما بديت كانت زميله يعني فنانه كانت يعني قالت لي على فيلم، رشحتني كتر خيرها فيه. رحت اعمل الفيلم، لقيت الدور هو جميل لناسه يعني. انا مش ضد ان الناس تعمل ادوار يعني اللي هي فتاه ليل والحاجات دي، بس كان اختيار. عبلة كامل عملت فتاة ليلى على فكرة. الله يبارك لك. عملته لسه، كنت هقول لحضرتك عملته كوميدي. لا هم مصممين ان انا البس يعني قميص نوم وارفع معرفش ايه واعمل ايه. فلما جيت قلت لها مش انا، وانا بحبكم طبعا، فتقول لي انت مش عايزه تبقي. المهم يعني في الاخر قالت لي طب روحي اعملي عمليه، اقلبي يا راجل. فانا نزلت، وكانت الله يرحمها لسه موجوده، وكانت عارفه ان انا، كانت هي في اسكندريه وانا في القاهره. والدتك؟ كنت لسه ما جبتهاش. فقلت لها، كنت اعرفها انا رايحه اعمل مقابله. فلما نزلت طبعا قلت لها ماما ما حصلش نصيب لانه كان طالبين. قالت له انت قلت له طب انت تتخيلي اكيد رفضت. قالت لي بنتي حبيبتي بنوتي يعني. بس هي كانت جملتها وتقول لي زي ممثل او زميل، مش لا داعي ان اقول اسمه يعني. ساعتها قالت لي روحي اعملي عمليه زي فلان ده، ما هو اسكندراني زي وكده. ف ما رضيتش ارد عليها، قلت لها انا بحبك وخلاص مفيش نصيب. لاني كنت بجد في مكان الكل عمال يتكلم، كل اللي يجي لك البنت البرستيجو ده دور، فقول شفتي سمعتي، فتقول لي وانت الدور، اقول لها لا لا لسه. فقلت لهم انا مش عايزه اسيبكم، عايزه تسيبنا. قلت لهم انا مش عايزه اسيبكم، تعالوا نعمله بشكل كوميدي يعني، لان انا اللي هعرف اقلع، ولا السيناريو موجود كمان عرايا تحت الملايه يعني، على هتبقي كده وكل ده عريان. ده اسم الفيلم شبهه يعني. انا لا، ده المشهد هو كاتبين بقى ان هو في السكريبت في السيناريو. ده توصيف انهم. في التوصيف يعني. انا فاكر الفيلم. لا يا عمري، لا ده اسمه، مش هقول اسمه لان اتعمل. اتعمل. فانا انا زيك يا عمري، احنا ماشيين على لاين واحد. والله يعني طبعا يعني، بس انا مش ضد حد. لا 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 خلاص، ما قلناش اسم حد يعني. الناس ممكن تعمل ادوار دي عادي، هم جمال ويعملوا حلو يعني. لكن انا اختيار يعني، الفن اختيار والاخلاق مسؤوليه فرديه، العمل الفني هو المسؤوليه الجماعيه. ايوه يا روح. لكن كل واحد مسؤول بشكل فردي عن
ما يعني يتناسب تستقيم واخلاقياته يعني سلوكه. التانيين برضو زي على راسي اللي بيعملوا الاضواء الجمال، بس هم شاطرين فيها وبيعملوها كدور يعني. والله كل واحد حر. ايوه. طب انا سمعت ان انت بتعملي مسرح دلوقتي. اه. ايه بقى؟ هو انا في مسرحيه يعني بيقولوا عليها انتاج ذاتي مع مخرج جميل. جميل. اسمها مكسرات عم امين، تاليف استاذ سامي استاذ سامي. المهم هترجعي لي. اه يلا. ومفيش قعده بقى تاني. مفيش ان شاء الله، ومع استاذ احمد ماهر. الله، ابي احمد ماهر. أوه. حبيبي استاذ سامي حساني والمخرج محمد سامي حساني. حلوه قوي. ومع زميلنا اشرف فاروق وكاس جميل. كاس كمان الولاد الهايلين، وان شاء الله يعني ده. وفي في البالون. الله الله. لا لا انا موظفه بقى في الله اكبر. الله لا لا ده في حاجات ده احنا كده افترينا بقى يعني. يا رب يكرمك. يا رب يا رب يا رب يا رب. ومش عايزه اقول لك انا يعني فرحانه والوقت عدى معاكي. انا اكتر نسمه، وانت شخص جميل والجمال باين في روحك وفي طلتك وفي قلبك الطيب، وربنا يسعدك يا وفاء. واعزميني على المسرحيه ان شاء الله، ويسعدك ويسعد كل مصر وكل الدنيا يا رب. يسعد كل الدنيا يا رب ان شاء الله، واهلي وحبايبي يا رب، واللي بيتفرجوا علينا يا رب ان شاء الله. يسعد كل الناس، وقريب اشوف لك كمان حق ان شاء الله يا رب. يرزقك يا عمري بكل حاجه حلوه وكل الناس يا رب ان شاء الله. يا حبيبتي اشكرك جدا. ميرسي ليك. للاسف الفقره خلصت، استنوني الفقره الجايه باذن الله تعجبكم.